بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في تاني فيديو في Advanced Pneumatic، وهنتكلم عن تايمر ديلي فالف نورمالي كلوز. ده مرحل زمني بيأخر التوصيل، و مراحل نورمالي كلوز ده هو مراحل زمني بيأخر التوصيل، ونورمالي كلوز ده هو مراحل زمني بيأخر الفصل. كلمة تأخير أو المراحل يؤخر التوصيل أو يؤخر الفصل ده في الهواء، إنما الكهرباء العبارة دي مش دقيقة، هنبقى نقولها نهار إن شاء الله لما نشرح تايمر الكهرباء ونتكلم فيه الأون ديلي والأوف ديلي. طيب آدي تايمر ديلي فالف نورمالي كلوزد، تايمر ديلي فالف نورمالي اوبن. طب هنشرح اللي هو نورمالي كلوزد، وهنقول طب هات شكله الحقيقي اهو، ادي 1 و2 و3 اللي هو الفالف العادي اللي هو 3 على 2، وادي 12 لان لما يجي هواء هنا في المكان ده هيحرك الفالف ده بعد فتره اللي انت ظابط عليها المسمار ده اهو، اللي انت هتبقى تظبط عليها المسمار دوت، يبقى 12 يعني هيخرج الهواء من 1 ل2، تبقى الاشاره 12. انما اللي هو النورمالي اوبن اهو 10، الاشاره 10، لان لما تحقق عليه اشاره وتقعد فتره على قد انت ما تظبط عليها هتفتح الايه؟ هتأخر الفصل، اما ده هيأخر التوصيل، يبقى اللي هيأخر الفصل 10 واللي هيأخر التوصيل 12. طيب قلنا ادي شكله الحقيقي، هيختلف ده 10، هيختلف 1 و2 وآر اهي، ده 1 و2 وآر اهي، بس الاختلاف الاماكن في الجزئية دي بس، انما هو نفس الشكل وهو نفس العمل، بس ده نورمالي اوبن وده نورمالي ايه كلوز. طيب شكله بقى سيكشن او المقطع فيه اهو ادي الرمز زي الرمز بالظبط اهو نورمالي كلوز، وادي الشكل مقطوعه، ادي 1 مقفوله وادي 2 مفتوحه على ايه 3. لما بيجي هواء من 12 بيملى الغرفه ديت، بيزق الزبول، بتقفل 3 وتفتح 1 على 2 اهي. جه هواء مشي في المكان ده على زمن على ربط المسمار، كل المسمار ما يقرط الزمن يطول، وكل المسمار ما يتحل الفتحه توسع الزمن يقل، تملى الغرفة دي تزق الزبول تقفل 3 وتفتح 1 على 2. طيب نيجي بقى نشتغل بالكلام ده على اساس الوقت اهو، ادي اسطوانة 1-0 قدامها 1-4 لبعد 100، وحطينا التايمر اهوت اللي هو نورمال كلوزد على 1-4، وهنقدم اهو، لو قلنا هات هوا هيقدم اهو، تقدمت الاسطوانة ضغطت 1-4 هتستمر وقت على بال ما ايه ما ترجع تاني. طيب هل الوقت ده انا ممكن اطوله او اقصره؟ لو خليتها مثلا 10 الوقت هيطول اهو، تقدمت قعدت وقت اهيت لسه الوقت مستمر كده. طيب لو انا وسعت الفتحة خليتها مثلا 50 اهي، يبقى الوقت هيقصر اهو، هتستمر كذا ثانية وتقصر اهو. لو خليتها 60 هيقصر اكتر، او 70 هيقصر، 80 اهي، هتقعد حاجات بسيطة خالص وتبدأ ترد. كل ما ضيق الفتحة الزمن يزيد، كل ما اكبر الفتحة الزمن يقل. طيب ديت قلنا ان ممكن نحطه كمان لو قررناه وحطيناه هنا ممكن يدينا نفس الايه الكلام. بنتكلم اهو ان انا ممكن ورينا لك الشكل، ورينا لك النورمالي اوبن ونورمالي كلوزد. فالنورمالي اوبن ما بيفرقش حاجه الا النقطه دي 10، وبعدين بتحط في اماكن تانية ان هو يدي الاشاره ويبقى يبقى فصل بعد الزمن ما يعدي. ده ما بيديش اشاره، ده اصلا فصل، ما بيوصلش 1 ل2 الا بعد الوقت ايه ما يعدي اهو. طبعا احنا اتكلمنا عن التايمر وجبنا شكله، قلنا المسمار اهو
ده كل ما نقرط عليه تقل فتحة الهواء للتخزين وياخد مدة أطول على بال ما يهمر. هل الكلام ده ممكن إن أنا أكرره كمان ليميت سويتش هنا، ليميت سويتش 1-3 اللي هو في بداية الأسطوانة أهو، وأجيب له هواء وأجيب تايمر تاني، تايمر ديلي نورمال كلوزد مرة كمان أهو، وأحطه هنا وأخلي الليمت سويتش يجيب لل12، خلاص هشيل ال14 دي اه. ممكن انقل كمان ده هنا اهو، اجيب الليمت سويتش الاول على اساس انه ما يعملش تقاطع في الخطوط اهو في المكان ده اهو. طبعا هو يستنى فترة، ممكن ان انا اخد ده من هنا، ممكن ان انا اخد ده اهو الليميت سويتش من فوق البوش بوتوم بتاعي اهو، ممكن ان انا اخد البوش بوتون من فوق الليميت سويتش من فوق البوش بوتون، واخد ده من فوق الجزء ده على اساس انه هيتنه شغال، حتى ان ده لو ده سيلكتور اهو شغلت، حتى اني ضاغط على اساس الفترة الاولانية اتقدمت برضو جزء اهو، بقت ترجع تعود نفس المسافة وتتقدم تعمل نفس المسافة تاني لحد انا ما افصل بترجع وتقيه وتقف. يعني ده لو انا خدت ده سلكتور اهو، هضغط شيفت واضغطه كده سلكتور، قعدت المدة الاولانية وتقدمت، راحت قعدت برضو الفترة اللي هناك ورجعت، وده يبقى تكملة للي ايه للجزء اللي احنا خدناه دلوقتي. وعشان ما اطولش الموضوع عليك، ان دلوقتي يبقى فيه تايمر ديلي نورمالي كلوزد، في تايمر ديلي نورمالي اوبن، هنبقى نشرحه في وقت تاني على اساس ان الوقت ما ايه اهوت اهو. ده نورمالي، يبقى ال3-2 بتاعته نورمالي اوبن، وده ال3-2 بتاعته نورمالي كلوزد. نورمالي كلوزد انا ممكن استغنى عن الخط ده اهو، واخده من فوق، من فوق الليميت سويتش 1-4 اهو، طبعا بيديني مفتوح للجزئية ديت اهي، هو مستنيني اما انا اضغط اهو، هيقعد المدة بتاعتي ويبدأ يتقدم، يقعد المدة اللي هناك برضه ويبدأ يرجع ويشتغل تاني، شغال اوتوماتيك لحد انا مفصل السليكتور بتاعي او البوش بوتون اللي انا عامله ايه دلوقتي سليكتور، وهو بيقف. يبقى ده نورمالي كلوزد وده نورمالي اوبن، ان شاء الله نتكلم فيه على المرة اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.